رامسي التأمل كانت بتسأل قبل الفاصل انها فقدت ابنها 26 سنة، ابنها مصطفى، وربنا يغفر له ويرحمه ويتجاوز عن سيئاته ويربط على قلبك. وبتقول انها تعبانة نفسيا، وبرغم من الشدائد اللي مرت بيها الا انها لم تترك الصلاة ولم تقصر فيها، شيء جميل. لكن أبشري، أول حاجة الإنسان يعني يتصبر، ومن يتصبر يصبره الله، وأبشري ببيت الحمد، ده ربنا سبحانه وتعالى. إذا الإنسان ابتلي بشيء شديد وأقصى صورة الإنسان ممكن يعني تبقى فقدها عزيز قوي على نفسه هي فقد الولد في حياة الإنسان، الحمد والصبر والحمد على ذلك بيبنى لصاحبه بيتا في الجنة. فأبشري ببيت الحمد في الجنة. ولابد أن احنا نتذكر ونعلم كما علمنا القرآن أن لكل أجل كتاب. الحياة دار امتحان، دار ابتلاء، من يتصبر فيها يصبره الله سبحانه وتعالى، وبإذن الله يعني يؤخذ بيدك إلى الجنة في دار السعادة والفرح، لأنها دار ما فيهاش حزن وما فيهاش كدر، ما فيهاش شيء يجعل الإنسان عبوس ولا حزين. ما أطلب منك كثرة الذكر، وخاصة لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقبل كده ذكرنا بأنه كثرة لا حول ولا قوة إلا بالله زي ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام كان لا حول ولا قوة إلا بالله، كان هذا الذكر شفاء من 99 داء. أيسر حاجة فيهم، أيسر داء زي ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام الهم، يبقى مع ذلك داخل فيها الحزن والفقد وأشياء كثيرة بتوجع الإنسان وتؤلمه. لا حول ولا قوة إلا بالله بتغير حال الإنسان وبتغير أحوال القلب بصفة قوية وبصورة قوية جدا. فأكثري من قولها ومن الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. كمان لازم يكون لك نشاط قدر الطاقة في عمل الخير. خلي طاقة الحزن دي تتحول إلى طاقة إنتاج وطاقة مساعدة وطاقة إنه خير الناس أنفعهم للناس، فامشي في عمل الخير. ده بيبرد على قلب الإنسان جدا، وبيعرف إن الدنيا قصيرة مرة، أنفع ما ينفع الإنسان فيها صنيع الخير وخدمة البشرية. وربنا يربط على قلبك، أسأل الله العظيم أن يربط على قلبك. لا إله إلا هو.